النهاردة معانا قصة وحكاية من أغرب حكايات ممكن تسمعها، قضية ما تعرفش مين الجاني ومين الضحية. هناخد رأيكم في قصة. القصة دي حصلت سنة 2019 من ملفات الطب الشرعي. هنبدأ الحكاية، بس في الأول معاكم أخوكم محمد عبد الملك. يا ريت الأول مرة يشوف القناة يشترك، ولو عجبه الفيديو يعمل كومنت ولايك ويقول لنا رأيه إيه في الحلقة. النهاردة قصتنا بدأت من عامل نظافة بينظف في مدينة نصر، واتفاجئ بشوال موجود عليه علامات دم من بره، شوال بلاستيك. المهم فتح الشوال اتخض، لقى أشلاء بشرية، يعني إيد على رجل كله متقطع، إيد صغيرة على إيد كبيرة على الكلام ده. جري على الشرطة، بلغ الشرطة، انتقلت الشرطة بسرعة جدا وخدت والشوال بمعرفة الطب الشرعي ومعينة النيابة والكلام ده، وتم تحويلها للطب الشرعي. النيابة لما خدت تقرير الطب الشرعي لقت فيه إن الأشلاء لثلاث أشخاص مختلفين، طفل وسيدة ورجل. لما عملوا تحليل الدي إن إيه لقوا إن كل التحليل مرتبط ببعضه، يعني الأم للابن والأب للابن، يعني أسرة كاملة ميتة. بدأت التحقيقات وتحريات المباحث، وبدأوا يدوروا في المناطق المجاورة على بقية الأشلاء. لغاية دلوقتي ما لقوش أشلاء غير اللي موجودة دي، يعني مفيش راس عشان يتعرفوا على الكوسة. الكلام ده كلها أشلاء لثلاث أشخاص، طفل وأم وأبوه، من غير ما يلاقوا الراس. بدأوا يعملوا تحريات ويراقبوا الكاميرات والكلام ده كله، ومفيش أي نتيجة. مش عارفين مين اللي رمى الشوال ده. تحريات بدأت تشتغل على بلاغات الايه، البلاغات اللي هو التغيب. شوف أسرة كاملة تغيبت، هل معقولة في بلاغ معين يقول إن أسرة كاملة تغيبت؟ المهم مع البلاغات بدأوا يفحصوا. جه في منطقة حلوان، في منطقة حلوان تغيب أم وابنها، جوزها محسن جزار. طب بدأوا يشكوا في جوزها. ليه؟ طب شكوا في جوزها ليه على طول كده؟ لأن الطب الشرعي قال اللي تم تقطيع الجثة بطريقة احترافية، يعني اللي عاملها لا دكتور لا جزار، واحد واخد ماسك الأداة التقطيع باحترافية. استدعوا الزوج وعملوا مراتك فين؟ ابنك فين؟ قال له والله أنا رجعت، أنا كنت مسافر بره ورجعت خدت أجازة ولو قعدت اسبوع مع اولادي، وبعد كده اتفاجئت في مره رجعت البيت ما لقيتهمش، فعشان كده عملت بلاغ تغيب. بداوا يشكوا يحوه شمال يمين، مفيش اي حاجه تدل ان هي دي مراتك ولا ابنك. عملوا تحليل دي ان ايه للطفل والاب، ما لقوش ابوه، فخلاص ركنوا محسن على جنب. بداوا يشوفوا ايه، طب ايه، طب ايه، بداوا يشوفوا بلاغات التغيب تاني في نفس اليوم اللي الاب الام والابن دي تغيب فيها. طلع ان تاني يوم كان في تغيب لدكتور امراض نساء، اللي هو بيعمل وعنده مركز للتلقيح الصناعي للسيدات والكلام ده كله واطفال الانابيب. الدكتور ده تغيب تاني يوم على طول. بدأوا يمشوا ورا الدكتور ويراقبوا العيادة. الدكتور مش متجوز، مين اللي عملت البلاغ؟ السكرتيرة عملت بلاغ ليه؟ قالت له الدكتور ساكن فوق العيادة، ولما منزلش العيادة طلعنا خبطنا عليه، كسرنا بالشقة ما لقيناهوش، فعملنا بلاغ التغيب. بدأوا يحاولوا يربطوا ما بين الدكتور والطفل والأم، مش عارفين. طب نجيب حد من قرايب الدكتور. المهم استعانوا بأخت الدكتور اللي عايشة في قرية، استدعوها وعملوا لها تحليل دي ان ايه، فلقوا ان الدكتور فعلا هو جثته واحدة من التلاتة اللي موجودين. واخدين بالكم؟ انا عايزكم تركزوا جدا، لان فعلا القضية دي من اصعب قضايا ممكن تسمعها في حياتك. المهم راحوا اكتشفوا اول جثة خلاص انها للدكتور ده. طب ايه علاقة الدكتور بالست والايه والولد اللي موجودين؟ بدأوا يعملوا تحليل دي ان ايه للاجزاء البشريه اللي موجوده للدكتور مع الطفل، لقوه ان هو ابو الطفل. طب الله، طب الدكتور مش متجوز، ازاي ده؟ طب نعمل ايه؟ بدأوا رجعوا تاني لمحسن،
بدأوا شافوا واحدة من أم زوجة محسن اللي هي حماته، استدعوها وعملوا لها دي ان ايه، لقوها ان هي البنت بنتها، يعني دي زوجة محسن. وبدأوا يروحوا عملوا الدي ان ايه، الام والابن تطابق، يعني اصبح الدكتور ابو الطفل. الكلام ده طب ازاي، ايه اللي دار وربط الداتا دول ببعض؟ بدأوا دخلوا راحوا العيادة عند الدكتور يشوفوا السجلات، يسألوا السكرتيرة، بدأوا التحيات، احنا عايزين كشف بالناس المرضى اللي بتتعامل معاك. وقالت لهم كل حاجة موجودة على الكمبيوتر، الكلام ده شغالة مع الدكتور بقالك قد ايه؟ قالت له شغالة معايا بقاله 7 سنين. بس عشان نبدأ الحكاية من الأول، هنرجع لورا 5 سنين اللي هو عمر الطفل، لما محسن راح اللي هو الدكتور هو ومراته، الدكتور اللي ميت ده، وكشف عنده، ولقوا الكلام ده مسجل في السجلات انه كشف عنده وعمل عمليه تلقيح صناعي عنده. راح للدكتور، الدكتور قال له والله انت سليم وزي الفل. قال له يا دكتور ده في ناس قالت ما فيش امل، دكاتره قبلك. قال له لا لا لا، الامل موجود، هنعمل عمليه حقن مكهري او طفل انابيب والكلام ده كله. وبالفعل عملوا العمليه، والعمليه نجحت، ومبروك يا محسن، مبروك يا سماح اللي هي زوجته المدام حامل. فرح محسن وطار من الفرح وخلفه اول طفل ليه، ورجع الكويت عادي خالص والموضوع عادي، وربي ابنه الكلام ده، واجازه في اجازه لغايه ما محسن قرر يتجوز في الكويت. اتجوز في الكويت، المهم مراته التانيه عايزه تخلف، كشفه راح حلله الكلام دوت، قال له لا انت ما بتخلفش. قال له ازاي ده انا مخلف، ده انا عندي ابن في مصر. قال له يا فندم انت ما بتخلفش، انت عقيم، انت لا يمكن تخلف. يا عم ازاي، انا راح لدكتور اتنين تلاته. محسن خد بعضه ونزل على طول على مصر هيتجنن، حامل راح للدكتور قال له انا ما بخلفش والكلام ده. قال له ازاي لا انت بتخلف، راح معمل واثنين وثلاثه ودكتور واثنين وثلاثه، اكتشف انه ايه ما بيخلفش. خد سميحه، وتعالوا بقى ده يوم تنفيذ الجريمه، خد سماح انا اسف، وراح في مكان مقطوع هو وابنها، قال لها ده ابن مين؟ قالت له ازاي ابن مين؟ ابنك. قال لها ده ابن مين؟ انت خنتيني مع مين؟ ده ابنك والله يا محمد، ما لقيتش جنب حد، ما حدش لمسني غيرك، انا مخلصه لك، ده ابن مين؟ ان انا ما بخلفش. المهم راح طابق في رقبتها، خنقها، ولغايه ما فرقت الحياه، الطفل بيصرخ 5 سنين، ماما ماما، راح خانق الطفل كمان، وبدا جاب من عربيته تقطيع، اجزاء تقطيع، وبدا يفصل الراس ويقطع والكلام ده كله، وحط الحاجه في العربيه وساب العربيه مكانها، وجري على الدكتور. قال له الولد ده مش ابني، انا عايز اعرف ده ابن مين. قال له طب ايه ده، لا ده ابنك. قال له انا بقول لك ده مش ابني، مش معقول 10 دكاتره في الكويت و10 دكاتره هنا والكلام ده كله. المهم الدكتور اعترف، قال له انا ما حبيتش افقدك الامل، فعملت ايه، عملت تلقيح صناعي بس بنطفه او بحيوانات منويه غير بتاعتك. طب بتاعت مين؟ قال له بتاعتي يعني. من هنا قال له انت قتلتني، خليتني قتلت مراتي، خليتني قتلت الولد اللي ربيته، مراتي مش خاينه. راح قاتل الدكتور، وراح واخده في سياره تاني كان مستاجرها، وراح على السياره الاولانيه وبدا يقطع الاشلاء والكلام دوت، ودفن جزء، وخد جزء تاني اللي رماه في مدينه نصر، رماه، خده من حلوان لمدينه نصر ورماه بعيد عشان يبعد الشبهه والكلام ده كله. في تحقيقات النيابه، وكيل النيابه قال له انت قتلت مراتك عشان شكيت فيها؟ قال له انا مش عارف اعمل ايه، اللي حصل حصل، مراتي مظلومه، والجاني الحقيقي لما عرفت قتلته اللي هو الدكتور ده اللي دمر حياتي، اللي خلاني اقتل مراتي، حتى لو كنت اعرف الحقيقه كنت ممكن اتغاضى، بس انا مش عارف اعمل ايه. هنا ومن هنا بدأ التحقيقات، وللأسف اكتشفوا بعض العينات التلقيح اللي بيلقح بيها السيدات المفروض ان هم يعملوا عمليات، لقوا ان 70% منها هي نطفة الدكتور او الحيوانات المنوية الخاصة بالدكتور. يعني تخيلوا ان في كذا، وبدأت النيابة العامة بقى تباشر تشوف كل العمليات اللي عملها عشان ما يحصلش جريمة زي دي، وتبلغ الناس وتفهمهم الجريمه الكبيره اللي عملها الدكتور في حق الله يرحمها سماح ومحسن، وكام واحد تاني عملها. محسن للاسف اتحول وتم الرفق بيه، وتم خد 15 سنه سجن، ما وصلش الاعدام،
وعشان الظروف بتاعة القضية. عايز أقول لكم بقى وتقولوا لي في الكومنتات إيه رأيكم، هل محسن الجاني أم القتيل هو الجاني؟ وأشوفكم على خير في حكاية جديدة من حكايات محمد عبد الملك. السلام عليكم.